FM. الكل مليك. مرحبا بالناس كل اللي يلتحقوا بينا على موجة كاب FM. حتى الماضي ساعتين معادي معكم في درايف تايم. تعيش بلادنا أحداث متسارعة ومتالية وتشهد حراك سياسي واجتماعي ما يوفاش، وكل جمعة يبدأ من جديد. زعم التحديات المختلفة اللي تواجهها تونس لها من يواجهها، أم أن الطبقة السياسية سلطة ومعارضة ما زالت تعيش مرحلة النوم في العسل؟ هل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والنخب الفكرية تفكر فعلا في مصلحة تونس أم تبحث عن مصالحها الفئوية والشخصية؟ الدكتور والفيلسوف المغربي محمد عبد الجابري حدد تحرك العقل السياسي العربي في إطار منطق القبيلة والغنيمة والعقيدة في كتابه العقل السياسي العربي اللي شكل الجزء الثالث من مشروعه نقد العقل العربي. هذه مسألة، لكن مسألة أخرى نقابة التعليم الثانوي اللي هي من أشرس نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، قوة وعدد، ومن النادر أنه نسمع أنها تثني على بعض المواقف ضيفتي اليوم، لكن أثنت على مواقف في تحركات اجتماعية كبيرة. ضيفتي اليوم هي كاتبة مؤلفة باحثة اشتهرت بجرأة في كتاباتها وفي طروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، اشتهرت بمقاربتها الدينية للفكر الإسلامي. اطروحتها في دكتوراه الدولة هي تعدد المعنى في القرآن. ربما هي من السيدات اللي وقت اللي تتكلم تثير الجدل. سعداء وسعيدة أنا شخصيا أن تكون معنا اليوم. حتى الماضي ساعتين قلت اللي الحلقة اليوم باش تكون خاصة وباش تكون متميزة، لأنه هي فكريا متميزة ولأنه إنسانيا عندها دائما الإضافة. ألفا يوسف مرحبا بيك. مرحبا بيك وبكافة المستمعين. شنو حوالك؟ الحمد لله. أسبوع طويل كالعادة مر على تونس، باش نتناولوه شوية بالدراسة بالتحليل، باش نرجعوا على أنت. أنا حبيت تكون ضيفتي قبل عيد المرأة في 2015، باش نحكيه على برش حاجات. مرحبا بيك. آخر ستاتيو يمكن كتبت، قلت عندما نجح العلماء في صنع آلة المكيف لتمتص الهواء الحار تحويله باردا لعل الإنسان ينجح يوما في تفعيل الروح الإلهية المنفوخة فيه حتى تمتص الكره والحقد فتحويله أمانا وسلاما. الحرارة 47 درجة في تونس. إن شاء الله ربي يلطف بينا وربي يعطي صبر للناس الكل اللي يخدموا موجودين تحت الشمس الحارقة هذية، وأيضا الناس اللي تحت المكيف. زعم الحقد والكره ينجم يتحول إلى أمان وسلام؟ مؤكد ينجم، بما أنه فما ناس قبلنا نجم وينجحوا في المعادلة هذية، فأنه هذا ممكن. ربما ما هوش متاح للكل، لكن على الأقل متاح للبعض. وأعتقد أنه إذا كان يكون ثم كره وحقد، راهو في الأخر أول شخص يكتوي بنار وهو الشخص اللي يكون عنده الكره واللي يكون عنده الحقد. هذاك علاش نتمنى أنه في تونس اليوم احنا في حاجة أكثر ما يمكن إلى هالنبرة هذه متاع الانفتاح نحو الآخر مهما يكون. كنقول مهما يكون يعني الآخر اللي في إطار القانون. أنا نفتح صفحة بكل كنا نحكيه وتخارج الكواليس على الوضع الصعيب اللي تمر به بلادنا تو، احنا في حاجة الى امل. انا ديما متفائلة واعتقد انه كل السلبيات او الصعوبات او المرحلة هذه اللي قاعدين نمر بها في تونس لابد لها من نهاية، ونهاية قريبة، وانه الاتي باش يكون افضل بالضرورة ان شاء الله بالطبيعة. هذه معتها حاجة ايجابية، وانا ديما زادة ايجابية كيف اكون قول الكلام هذي الكل، لكن على المستوى الفعلي بالحق. على المستوى الفعلي، على المستوى الفعلي تشوف في برشا مشاكل، برشا حاجات، برشا حقد طلع، برشا كره ما كناش عايشين فيه، انقسام. اليوم فما انقسام فعلي في المجتمع التونسي ما نجموش ننكروه. هذا كل ما تنجمش تجي تقول لي انت اليوم والله هذا كل الايجابيه، معناتها اللي حاجات مانيش مستانسين بهم نتعايشوا معاه. بالضبط، هذا هو الايجابي. علاش نقول لك ايجابي؟ نحاول نوضح الفكره اللي مش معقده برشا. راهو انت قلت كلمه محلاها، قلت الكره طلع، يعني كان موجود ومخبي. أنا خدمت برشا على التحليل النفسي. الحاجة المخبية المكبوتة مش معناها ماهيش موجودة، لكن موجودة ومخطوطة. وقت لا تكون مخطوطة يكون خطرها أكبر. جاء الوقت توا باش خرج الشيء هذا. كنا ساكتين، كان الوضع مختلف تماما، كنا نعطيه الصورة ربما ماهيش صورة صحيحة على لحمة هي لحمة هشة. اللحمة هذيك وقت لا صارت الظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية خرجت، الحقد خرج. فخروجه هو بالضبط كما الجرح اللي يكون متعفن
ومخبي ما تراشي انت هاكا متعفن لداخل. كاين الجرح هذا باش يخرج توا للشمس للهواء باش يتطهر بالمطهر وبالوقت بمرور الوقت باش يبرى. احنا توا مشكلتنا في تونس ما عندناش صبر قدره نتاع الصبر لانه اللي صار في تونس حاجه كبيره برشا ما يهمش شنو نسميوها. لكن سامحني المثال معناتها انا نعتبر انه هو مش في بلاصته برشا على خاطر الجرح كيبدا في وسط الجسد بطبيعه يصير روجي ناتوريل معناتها من الجسد ما تنجمش معناتها تعمل يبدا عندك جرح متعفن بعد ثلاثه اربع ايام البدن يوقف معناها تطلع لك الحرارة حتى كان ساعات ما تحسش بيه. لكن في تونس ما كانش هكا، في تونس كنا عيشة ظاهريا ظاهريا صارت الانتفاضة واللي مجرى بعدها ولينا نحسوا في الشيء هذي الكل ظاهريا. احنا كنا عايشين الحمى لكن كنا نداوي فيها بمضادات الحمى مش ناش للجرح العميق، خاطر انت كيبدا عندك حمى باش نكملوا حتى ليماج سكوبو كيبدا عندك حمى ما لازمكش تداوي الحمى، لازم تبحث على السبب العميق اللي صار توا. اعتقد انه مرحلة باش يتم تجاوزها، ما نجموش نكملوا طول عمرنا هكا. وبديت نشوف في بعض حتى في الحياة اليومية ثم نوع من القلق، أنت بدك كلام كذا يدل أنه برشا توانسة بداوا يفيقوا بها الشرخ وبداوا يتقلقوا منه. شنو باش نعملوا اليوم في الشرخ هذا اللي هو موجود والانقسام نتاع زوز معناتها زوز أصناف إذا صح التعبير، هذاك الصنف هذاك اللي هو باش يقعد يكمل وماشي في اتجاهه في شخصيته في كيفاش باش يكون؟ لازمنا نتفقوا على انه احنا دولة تعايش فقط؟ شو معنى تعايش؟ هو احنا بالضروره قاعدين نتعايشوا راه، يعني حتى كان تفترض انه ننتميوا لنفس الصنف فهناك اختلافات بيناتنا. لازمنا نتفقوا على الاختلافات الجوهريه. الجوهريه، باهي، ترسيخ مفهوم الدوله، شو معنى مفهوم الدوله؟ معنى انه نجموا نكونوا موجودين لكل مواطنين منتمين الى هذه الرقعه الجغرافيه، لكن يجمعنا انتماء واحترام لمفهوم اساسي ومفهوم القانون. انا اعتقد اليوم اللي لازم تقوم به الحكومه مش عمل سياسي فقط. وهنا ربما كله يتربط ببعض وانما عمل ثقافي وفكري. يلزم التونسي يرجع يستبطن فكره احترام القانون، وهي الفكره الاساسيه اللي ما كانتش موجوده من قبل لكن كانوا يقوموا بها بخوف اللي تكسرت تماما، حتى في الطرقات، حتى في طريقه التعامل، يعني فما نوع من الانفلات، الانفلات الفكري، الانفلات الصحفي الاعلامي، الانفلات السياسي، الانفلات الامني اللي يتجسم في أقصى درجاته في الإرهاب. يلزم ترجع سلطة القانون. سلطة القانون راهي ماهيش دكتاتورية، لازمناش نخافوا من القانون. في أقصى الدول الديمقراطية القانون هو الفيصل. إذا كان يكون القانون هو الفيصل ما يهمش أنك تكون مختلف عليه في حياتك الشخصية في تمثلك للعالم، هذا شيء طبيعي. المهم أنك أنت حريتك تنتهي حتى تبدأ حريتي. تحب أنت تعيش بشكل معين بنمط معين في إطار القانون بطبيعة ما يقلقنيش، المهم ما تعتديش على النمط متاعي. يلزم نفهموا أنه الفيصل الوحيد بيننا هو هذه السلطة. نعم، خلنا نقدموا شوية. دكتورة ألفة يوسف دخلت النيدي تونس وخرجت من نيدي تونس في سبتمبر 2014، علاش دخلت وعلاش خرجت؟ دخلت في مرحلة معينة كان فيها البلاد في حاجة إلى هذا المشروع الذي سينقذ وطننا مما كان سائر فيه. تعرف كنا ماشيين نحو هاوية بشكل من الأشكال، فكريا إيديولوجيا سياسيا اقتصاديا، ونعاني في تبعاتها إلى الآن. ثلاث سنوات متاع حكم ترويكا كانوا سنوات صعاب برشا على تونس بالأرقام، يعني من غير إيديولوجيا. دخلت بالإيديولوجيا زيدا، كنت حب الإيديولوجيا لكن في مرحلة ثانية في مرتبة ثانية. دخلت اعتقدت انه وقتها واجبي كلموني كما كلموا برشا مثقفين باش نكون موجوده كاسم ربما عنده بعض مصداقيه والا اشعاع عند نمط معين من الناس باش يدفع المشروع هذا الى الامام. لكن الهدف نتاعي ما كان هدف سياسي، لاني مانيش سياسيه، انا لا اصلح للسياسه بالانتماء السياسي الحزبي. مواقفك السياسيه موجوده دائما على صفحتك باش تكون موجوده ونجم نعمل عمل سياسي، لكن الانتماء الحزبي يفرض عليك ما يسمى بالانضباط الحزبي. وانا بطبعي متمرده على كل شيء. ايش معناها معناها كل شيء بالنسبه لي قابل للنقاش وقابل للتفكير. ما يجيش تنتمي الى حزب ومن بعد تنقد الحزب هذاك وانت داخل. وانا اعتقد انه هذا نوع من التناقض. كي لقيت ثم اشياء داخل الحزب اللي هي عاديه موجوده في احزاب اخرى. ماذا انت انتقدت؟ نتفكر انطوكا اللي بلغني ما نعرفش كان صحيح ولا غلط، انتقدت الانتقاد بلاغ السيد باجي قايد سبسي غش عليك دعاك؟ لا 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 صار هذا ولا لا ما صارش. لا 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 انا خرجت، اعلنت لي انا خرجت لاسباب بعد ايامات رينات ثاور ومعانقة بالاحمر. معانقة ماهيش انتماء الحزب. وقت حكينا مع بعضنا انا وسيلباجي، وقتها قلت له انا كان متفهم جدا، قلت له انا مثقف وما نجمش نكون منتميه بالانضباط الحزبي، لكن ساندتني نداء تونس في الانتخابات هذا نقوله، كما خاطر كان ثم مشروعين وما كان ثم خيار ثالث وقتها. عام، علاش عام؟
قطع عام في ميدات قطع عام قطع عام ما كنتش مساهمه راه فعليا كاسم موجوده فقط لك ما كنتش نحضر في الاجتماعات ونشارك ما ترونيش حتى في البلاتوات نتكلم بس نداء تونس ما ريتونيش حتى مره فكما قلت لك كان الحضور نتاعي رمزي ما تعليش في سبتمبر 2014 معناتها قبل الانتخابات باشهر قبل الانتخابات بشويه على خاطر وقتها وقت القائمات اللي كانوا يحضروا في القائمات التشريعيه كان ثم لاحظت الحاجات العاديه اللي موجوده في الاحزاب العلاقات والمحاباه والامور العائليه وكذا فحسيت اللي هذا ازعجني ما يتلائمش مع مبادئي هكا هذاك علاش المخاض اللي يعيشوا نداء تونس اليوم بعد ما ربح في الانتخابات فما دعوات من قيادات مركزيه وجهويه لتحديد موعد المؤتمر وسط تجاهل قياده الحزب مما ينذر بعوده الانشقاق ما تعليقك معناتها انا توا اليوم نحل مثلا جريده الشروق نلقى معناتها ارتيكل فيه جدل حول موعد المؤتمر وهناك صوره لسيد محسن مرزوق سيد رؤوف الخميسي وسيد حافظ قايد السبسي شنو تعليق ولا انا كما قلت لك قلت بعيده على الحزب لكن كمواطنه تونسيه نتفرج اي نقول انه من المؤسف باش نداء تونسي استعمل الكلمه اللي استعملوها الناس كل يتفرقع بالطريقه هذه يكون فما فيها هالانشقاقات هذه لانه في كل حزب نجم نعتبرها منظور ايجابي اختلافات الاراء واختلافات المواقف نجم نتكلم اللغه هذه والديمقراطيه وكذا لكن ان توصل في بعض الاحيان الى تشهير البعض بالبعض الاخر وهذا شفنا الى نوع من الشتم من السب من تولي تحس انه الحسابات السياسويه نتاع السلطه نتاع الوصول الى السلطه غالبه على مصلحه الحزب ومصلحه البلاد لانه لحد الان في تونس باستثناء حزب حركه النهضه مراش في حركة إلا نداء تونس نجم تكون مثلة لعدد كبير وشريحة كبيرة من الشعب التونسي فمن المؤسف أن الحزب هذايا يصير له هالقلاقل هذية والمشاكل هذية نعم به فما شكون يلوم اللي سيد محسن مرزوق يقول أنه عنده طموحات سابقة لأوانه طموحات للرئاسة و معناتها هناك سيطرة على مفاصل النداء عندك رأي معين ما عنديش حتى فكرة ما عندي حتى فكرة نقول أنه السي محسن مرزوق كما أي مواطن تونسي من حقه باش يكون عنده طموحات سياسية مشكل مش في الطموحات السياسية المشكل في الطريقة اللي تم بها تجسيم الطموحات السياسيه هذه لازم تكون رغم اللي السياسه ما فيهاش برشا ايتيك فيهاش برشا اخلاق لازم يكون فيها قدر ادنى من الاخلاق نتكلم بصفه عامه ولكن من حق كل مواطن تونسي باش يكون عنده طموح سياسي ما تراش اللي نداء تونس اليوم هو رهين مراكز القوى داخله معناتها مازال ما تحولش الى حزب ديمقراطي ما نتصورش انه فما حزب ديمقراطي في تونس خاطر اصلا مازلنا احنا كشعب ماناش مستبطنين مفهوم الديمقراطيه لكن طموحاتنا وقت اللي مشينا صوتنا الكل على هذه طموحات لكن تحب لها سنوات باش تتحقق تعرف في العالم اجمع حتى في جنوب امريكا وقت اللي صارت الانتقالات الكبرى في البلدان يلزم مده طويله باش يترسخ مفهوم الديمقراطيه لا سيما في شعوب انت بدك كنت تحكي بكري استناد العبد الجابري الله يرحمه مازالت العقليه نتاعها عقليه قبليه مازلنا بعاد ياسر على استبطان الحريه والديمقراطيه هذا يجيب الوقت بشويه وقت باش مازال فما صعوبات راه نقول لك متفائله مش معناها غدوه باش نصبحوا احنا بلاد ديمقراطيه وسي وكل شيء خارق العاده لكن احنا في الثنيه اللي شد الثنيه باش يطيح يقف ويتعثر لكن شد الثنيه. حكينا على عبد الجابري القبيله الغنيمه والعقيده هذوما ثلاثه مفاهيم اليوم معناتها كاينهم يحركوا في حياتنا. شوف بالنسبه للعقيده هي موجوده العقيده خاطر ماهيش فقط العقيده الدينيه. المعتقدات متعدده ومختلفه وهذا ما نحبوش نقولوه كل واحد فينا يحيا في هذه الدنيا عنده عقيده مهما يكون تمثلها وتجسمها والقبيله والغنيمه نحملوها في ذواتنا للاسف خاطر احنا اللي صار لنا المجتمعات العربيه بصفه عامه انه جاتنا الحداثه بالاتها الخارجيه بالسياره بالحاسوب بالتلفزه بكذا لكن ماهيش حداثه نابعه من داخلنا ما صنعناهاش احنا فقعدنا في تمثلنا اليومي اقرب الى القبيله حتى في حياتنا اليوميه حتى في علاقه الجيران بعضهم ساعات مثلا الازعاج اللي يصير في البرتمانات كذا تكلم جارك يقول لك الله غالب صغير اش باش تعمل مازلنا عايشين المنطق القبلي لكن بعقليه ظاهريا حديثه الغنيمه نفس الشيء منطق الغنيمه منطق الحصول على الربح لانه خلافا للظاهر هذا باش ندخل حتى حديث في حديث لك مربوط ببعضه على قد ما يقوى ظاهريا الحس الديني البعد الروحاني قاعد يهبط وذا اللي يعمل المشكل في تونس الحس الديني شنو الحس الديني يعني في المظاهر الشعائر الصلاة كذا كذا اللي هي أشياء أساسية لكن الأهداف متاعها ودلالاتها ما ثماش يعني دلالات الأشياء هذه نعم الناس يكونوا أطيب يكونوا أرياض يكونوا أكثر قناعة يكونوا أكثر حب يكونوا أكثر قبول للآخر احنا العكس
العنف، التعصب، السعي للكسب والربح المادي مهما يكون الثمن، عقلية دب الراسك اللي هي عقلية موجودة ياسر عند التونسي. دونك البارادوكس هذا، المفارقة هذه هي من جوهر مشاكل المجتمع التونسي. علاش؟ علاش كما قلت لك، على خاطر احنا ما اشتغلناش على الأبعاد الروحانية، اشتغلنا فقط على الأبعاد المادية. مانيش ضد المادية، كلنا عندنا جانب مادي هام، لكن كي نحكيو كي نقول مادية حتى معناتها اليوم علاش برشا ناس اللي تصلي مفروض وتصوم، والصوم بمعنى معناتها صوم بمعنى هذيك لا روتوني اللي انت تولي ما عادش معناتها على الكف عن الاكل والشرب، هو تحكم في نفسك. علاش هذوكم اللي تلقاهم كل يوم معناتها على اعصابهم حشيش رمضان ويعطيك زيدا معناتها يسو جوستيفي بحشيش رمضان، كيف كيف اللي يصلي تلقاه يولي اكثر، فما جزء منهم طبعا جزء انا مش نعموش اكيد معناتها علاش. انا كتبت كتاب اسمه شوق قراءه في اركان الاسلام على المشكله هذه، حبيت نهتم ب الأركان في حد ذاتها أو الشعائر ودلالاتها، لأنه أحنا كل شيء أفقدناه من دلالاته. البعد العميق متاع الشيء أفقدناه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما يهمش الصلاة، المهم الشكل. أحنا مشينا في الشكليات، ما عادش يهم ما وراء الشكل، حتى في العلاقات العاطفية. كتابي الأخراني وليس الذكر وكالأنثى، ما يهمش نعملوا عرس ونعملوا حفلة ونعملوا لما، لكن المحبة بالنساء والرجال ما عادش موجوده. كان تقعد مع جماعه رجال في قهوه تلقاهم يقطعوا يعيشوا في نساء ونساء تونس بهم وعليهم وكذا، تقعد مع نساء وما زاد فما رجال توا ورجال كذا. فالعمق نتاع المضمون ضيعناه. احنا نتلاو كان بالشكليات، لازم يكون احدث بورتابل واحدث لبسه واحدث كهرباء لكن ما وراء ذلك شخص يبدا يركب احدث سياره ويمد هكا ويطيش الكانات نتاع الكوكا مثلا في الشارع عادي جدا. هنا هالجونكسيون هذه، الرباط بين الدال والمدلول، بين الظاهر والباطن، هو اللي ضاع، وهو لازم يتخدم عن طريق الإعلام، عن طريق التعليم، عن طريق الثقافة. اي هذا الكل يتخدم وديما قاعدين نقولوا فيه، لكن كيفاش يتخدم؟ يلزم قرارات، يلزم قرارات سياسيه، ما فيش كلام. مثلا 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 انا بالنسبه لي كان جيت عندي سلطه على الاعلام، هالقرارات سامحني، هالقرارات السياسيه باش تخلي الرجال يوليو يحبوا النساء اكثر ولا النساء يوليو يحبوا الرجال؟ مش عمليه مش اليوم باش تقول اي يبداو يحبوا، هي العمليه تبدا مثلا من المدرسه. اعطيك مثال بسيط، من الاصلاح التعليمي اللي باش يتم، يلزم يتم بطريقه انه يرجع التونسي ما عادش يحفظ ويصب فقط، يلزم يعاود يرجع يتعلم التفكير. يلزم كي نقريو التونسي المجالات الاخلاقيه ما لازمهاش تتقرب بطريقه كما شفت الصغيرات يقريو فيهم في الزكاه والصلاه بطريقه شعائريه فقط. طفل صغير في نعرفش في السنه الثالثه ولا رابعه في الثانوي يقريو بدقه الزكاه كيفاش تتم عن طريق الابل وعن طريق الغنم، مش هذا المهم. المهم اذا كان ما يفهمش هو البعد العميق نتاع الزكاه، نتاع العطاء، نتاع الآخر، نتاع أنه حتى شيء ما يملكه الإنسان، نتاع أنه كل حاجة جات للإنسان هو مستخلف فيها وأن هي من عند ربي وأنه كل ملك هذا في لحظة يجم يمشي، هذا اللي لازم يفهمه. دوك نقول لك المدرسة سي تريز امبورتون، كان جا عندي سلطة أنا الإعلام هذا ما يكونش حر بطريقة فوضوية، لأنه الإعلام اليوم حر بطريقة فوضوية، من غير المعقول أنه الإعلام فيه كان البوز، ما فيه كان زوز من الناس يتعاركوا ويتصايحوا، شنو الصورة اللي باش تعطيها أنت؟ اللي يسيح أكثر هو اللي عنده الحق، دونك عادي جدا كيف يتعاركوا زوز، تصير مشكلة في كهرباء اللي يهبط وتبدا بونيتو أصح ويبداوا يعيطوا ويسبوا في بعضهم، هو اللي يبدا الباهي وهو اللي يبدا أرجل من صاحبه، مش هك برشا خدمة لازمها تتم. علاش نقول انا لكن اليوم بالتكنولوجيا الحديثه واللي الاولاد نتاع توا اللي كل شيء معناتها كلهم بالايفون وكلهم بالايباد وكلهم معناتها ما عادش فما زاده مشاعر، معناتها كل شيء لي جو قبل كنا ليغو ليغو معناتها اللي نطلعوه بشويه بشويه حتى تولي عندك حاجه، عندك ما نعرفش انا البنات عندهم العرايس اللي تلبسها وتعمل معناتها هذوما هكا عطيت توا انا جيت لبالي الحكايه هذه، معناتها اليوم بالفلس كل شيء حتى على مستوى الانترنت لازم نخدمه، حتى على مستوى الانترنت خاطر توا نو جون سون ليفغي. نعطيك مثال، ها ولدي تيوريكمون انا نقرا نكتب مغروم نكتب ولدي ما يقراش، بنتي تقرا ولدي ما يقراش، نشوف ساعات يجيب لي حاجات من الانترنت يقراهم في الفيسبوك يجيبهم كاينهم حقائق مسلمه. فيلزم تدل الاسره تقوم بوظيفتها، خاطر احنا هزينا ايدينا ولنا نطيشوا الصغير قدام الانترنت من الصباح لليل، نطيشوا قدام التلفزه من الصباح لليل، مو اجتماعي لازمك تعرس تجيب الصغار داك ولدي هاني عرس لكم هاني جبت لكم الصغار، ما يهمش اما باش نتلهى بهم باش نتبعهم باش نرعاهم كما كان النبته لازم تترعى، ما عادش خاطر ما نحملوش مسؤوليه كل تدل راهو للدوله، راهو هي مسؤوليه مشتركه. ويلزم مخططات عميقه على مدى بعيد، سي تري امبورتون، لازمنا نخمو فيها مش فقط الاقتصاد، مش فقط الجانب المادي، لكن ايضا الجانب النفسي والروحاني. نعم. شهيري راجعين ضيفتي اليوم حتى الماضي ساعتين الدكتوره ألفا يوسف. وقف في زمان ما نتصورش يوقف في الزمان يمشي ويقدم. غوزمون. اي ما ساعات ياخذنا معاه في حاجات يمكن ما نحبوهاش برشا.
مش كل شيء نحبوه، لكن مؤكد فما حكمه وراء كل شيء. هذه الحاجه اللي تركح راه خلينا نرجعوا للطبقه السياسيه في تونس، اللي هي فما شكون يقول اليوم بعيده على واقع التوانسه، نراوها تثير قضايا نخبويه لا علاقه لها بالواقع. معناتها نراو الجمعه اللي فاتت الدنيا قامت وقعدت على زياره ساركوزي، فما شكون يقول لك فماش لا داعي لذلك، تونس معناتها تنجم تستضيف ناس كل. شنو تعليقك؟ رأي الطبقه السياسيه راهو احنا بدنا حتى طبقتنا السياسيه هي جديده. على خاطر ما كانش عندنا التنوع هذا في مفهوم الطبقه السياسيه. دونك آليا بصفة عامة، مش نحدد كأشخاص أفراد، بصفة عامة الطاغية على الطبقة السياسية هو حب المصلحة، هو المصلحة الذاتية، وهذا شيء طبيعي. خاطرك الطاغي على التونسي العادي هو حب المصلحة، مش كون احنا التوانسة بصفة عامة الشعب يخمم في مصلحته، تجي تطلع عنا طبقة سياسية تخمم في مصلحة العباد. لكن الطبقة السياسية في أيام الانتخابات كلهم قالوا لي نحن ماشيين نعرفوا اللي الظروف صعيبة، ونعرفوا اللي أنتم أعطيتونا ثقة كبيرة ياسر، ونحن باش نحاولوا قدر الإمكان نكونوا قد الثقة هذه. هذا في فرنسا اللي هي ديمقراطية قبلنا برشا، يقولوا لي بروميس نونغاج كو سو كي كخوا، معناها الوعود الانتخابية اللي صدقها هو اللي متحمس وليته. مش معناها أنه ماناش في ثنية، ديما نقول ثنية باهية. علاش ثنية باهية؟ على خاطر باهي انت اليوم توا وليت تنجم تقف في الطبقة السياسية وتقول طبقة سياسية فيها الانتهازيين، الطبقة السياسية في وسطها ناس يخموا في مصلحتهم مش قاعدين يخموا في مصلحة البلاد، هذا سي ان بلوس. مثلا ولو التوانسة لا فما حاجات تتبدل، انت شفت مثلا في الفيسبوك وكلنا نتبعوا الفيسبوك كيفاش بتصويرة نتاع وضع معين، مثلا البوليس اللي ضرب البنية وقت وهي مفطرة في رمضان، صار تغيير. يعني الشعب بصفة عامة، الناس نقولوا للرأي العام، مش نحبش كلمة الشعب خاطر ولات ياسر قال فودي ما عادش عندها معنى، الرأي العام ولا عنده تأثير. سي ديجا سا، ثم التطور بشوي بشوي، يلزم احنا نتطور وطبقتنا السياسيه تتطور معنا دداش دداش بشوي بشوي، رانا مازلنا في المراحل الاولى نتاع البناء هذا اللي نتمناه يكون ان شاء الله ديمقراطي. اللي يزور مقهى مثلا في حي تضامن في العاصمه يشعر انه نحن بعيدين عن مشاغل التوانسه، شكون يتحمل المسؤوليه؟ رغم ما نجمش يكون واحد برك يتحمل المسؤوليه، وكلنا نتحمل مسؤوليه، خاطر ساهل برشا باش تكون الشماعه كل واحد يعلق على الاخر، كما اللي صار للبغدادي المحمودي ربي يفرج عليه، الناس الكل تعلق على الاخر، راهو مش انا راك انت راهو مش انت راهو انا، الراجل السياسي يقول لك لا المواطن مثلا راهو هو اللي يطيش الفضلات ومش البلديه قداش منها. علاش هذا التملص من المسؤوليه؟ التملص من المسؤوليه لانه احنا في طبعنا في عادتنا في تربيتنا ما علموناش مسؤوليه. ملي احنا صغار صعيب ياسر، خاطر المسؤوليه مربوطه بالحريه، دونك احنا لا يعطيونا حريه لا يعلمونا مسؤوليه، وهذوما الزوز يلزمنا اعاده تاهيل كامل. شكون نحكي لك باش يجيب الوقت بشوي بشوي. جبت على البغدادي المحمودي، شنو تعليقك على خبر الاعدام؟ وتعليقك على سيد فؤاد المبازع قال كلام، طارق الكحلاوي قال كلام اخر، سيد حمادي جبالي تساءل، معناتها كل واحد يرمي للاخر. من المؤسف جدا انه نوصلوا الى قله جوستومون غياب الاحساس بالمسؤوليه لهذه الدرجه، اللي عمل حاجه المفروض انه يتحمل مسؤوليته ويكون مقتنع بها، وثم ناس في العالم مقتنعين باحكام الاعدام وينظر لك لا ويتحدث يكون على الاقل واضح. احنا دوبل لانجاج دوبل ديسكور في كل شيء، عندنا هالصورتين كما قلت لك التونسي صوره ظاهريه وصوره خفيه. بصفه عامه من المؤسف انه ما زلنا اليوم في العالم اجمع، مش نتكلم على تونس مش نتكلم على السياسه، نتكلم بصفه عامه انه ما زلنا اليوم نعتقد انه قتل انسان مهما يكن هو وجه من وجوه تطبيق العداله. موضوع طويل مش باش نحطوه في كلمتين، لكن معناتها ضد قانون الاعدام اليوم؟ مش قانون الاعدام في حد ذاته، انا اعتقد انه لا يمكن ان يسترد الروح الا من خلقها، من منظور روحاني عميق جدا مش هذا. لكن العين بالعين وسن بالسن والبدء اظلم. لا ومن عفا واصلح فهو خير، ما يكملوش الايه، ما يكملوش الايه، خاطر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جاه واحد قال له اقتل لي خويا وباش نقتص منه، قال له لا، قال له خذ الدية، قال له لا ما ناخذش الدية، في الاخر بالكل قال له اذهب فاقتله فانك اذا مثله. انك اذا مثلهم انا انت زاد باش تولي قاتل. بون نعرف الحكايه دي ما تفضش بسهوله، خاطر انت في نهايه الامر حتى كنا نقولوا مختصب بالاطفال، باهي انت قتلت وش عملت؟ باش عملت قتلته؟ رتحت جرثومه في المجتمع من الوجود نتاعها. باش يجي مختصب اخر للاطفال. اي يعني كيف ياخذ نفس الجزاء نتاعها؟ نفس المنطق حتى لين تنضاف ينضاف تنضاف الكره الارضيه. نفس المنطق هذا يجي يجيك واحد يقول لك انا مثلا لي زوموسيكسيوال نعتقد انهم كلهم يلزمهم يتقتلوا حتى تنضاف الكره الارضيه ولا الكفار. شوف هذا موضوع اخر. لا 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 ولا الكفار معناتها شوف لا سامحني شو كاتك خاطر مش نفس مش نفس المثال. الكفار الكل لازمهم يتقاتلوا حتى نحكيوا على شخص ارتكب جريمه بالنسبه لهم فما فرق.
لا هذيك شخصيه ما تنجمش، هذيك حريه الضمير والمعتقد. انت هذاك تقول هكا يجيك عبد اخر فاش حبش تقول لك مانيش نحكيو في نفس المنطق. لا انت فهمتنيش، افهمني مليح، نعرف سا شوك خاطر مش مستنيين نخمو هكا. اذا كانت تحل الباب، تحل الباب، نحن نحكيو على عقاب، نحكيو على جزاء شخص ارتكب جريمه باسم القانون اللي كنت تتحدث عليه قبل قليل. في قانون بلدان اخرى كما ايران لوموسيكسوال اللي تقتل مثلا، هاني قلت لك فهمت حبيت نقول لك، يعني كي تحل الباب نحكيو على القانون المنطقي زاد معناتها قانون منطقي، ثم بشر مختلفين. عبد ارتكب فعله معناتها في ضد الانسانيه حتى معناتها. انا مانيش مبرر، راهو انت كي نقول لك ما تقتلش مش معناها مبرر في الفعل به، على خاطر انا معناتها زاد ما نحبش نحكيو نحكيو فكريا الفلسفه وتولي نجمو ندخلوا للسفسطائيه ايضا. لا مش سفسطائيه، انا قلت لك خاطر مش متعودين بالطريقه هذه نتاع التفكير، انه في تفكيرنا اون اكسكلو لوتر، ديما نتصوروا رؤيتنا هي صحيحه. باش نقول لك اون دو مو، انا مجرد تصور مش رؤيه. لماذا ما وجد السجن اذا؟ معناتها اذا كان واحد يرتكب السجن جريمه، ليس افتكاك الروح، مش كيف افتكاك كيف. الحريه مش كيف كيف، مش كيف كيف. الروح ماهيش من ملكك حتى الانسان يعتبر معناتها هذايا يعتبر عمليا وبالاحصائيات في العالم اجمع القصاص بالاعدام اللي هو مش موجود في الاسلام بين قوسين، ثم القصاص ما ثماش الاعدام، خاطر الدوله تمارس الاعدام، منظور الاعدام مختلف، القصاص يمارسوه عائله الشخص الذي قتل، ما يؤديش الى نقص نسبه الجريمه. طبعا انا مانيش نادي بحد شيء، راهو جست نحاول نفسر وعندي وراي خلفيات، مش هذا مجال باش نتعمقوا فيه، لكن اعتقد انه يلزم البشريه وقاعده تتطور في مجتمعات كثيره اخرى الى احترام حق الحياه، مش حق، هو عطاء الحياه. نرجع لها مره اخرى كان تحبي مزيد التفاصيل. انا معاك، اجي نقول لك حاجه، هذه الكل نحسه تنظير شويه. لا مش تنظير، سيدتي العزيزه معناتها لا حتى كان مش متعودين به، معناتها ما تنجمش عبد الله يقدر، معناها خلينا نحب نعطي اكزامبل. عبد اغتصب ولدي وقتله، انا ما نقتلوش، ما نقتلوش ولدي، ولدي اغتصب جده، ما نقتلوش، انا ما نقتلوش، تخليه معناتها موجود، سامحني، موجود في السجن ويصير عفو تشريعي عام ويخرج، معناتها كيما صار عفو تشريعي وخرجوا برشا ناس كما نستقتلوا ظلما، كما نستقتلوا ظلما واتهموا بالاغتصاب وما طلعوا مش هما مغتصبين، كما جماعة السياسة يتهموا. أنا نتكلم موقف شخصي، أنا ما نقتلش، أنا لا أجرؤ على أن أقتل أو أدعو إلى القتل، نحترم على الرأي الآخرين والمواقف الأخرى، حتى كان يغتصب لي ولدي ونأكد لك حتى كان يقتل لي ولدي أنا لا أدعو إلى القتل، هذا تمثلي أنا. شو معناتها تدعو إلى سجن مدى الحياة؟ اي طريقه من طرق العقاب القتل، لان هكا تصوري للدين، هذا تصوري الايماني انا الشخصي، نحترم ما فهمت. هي ما انت تحكي هذا اليوم خاطر كنت لطف ما تمسيتش معنا. هاني قلت لك اكد لك حتى كانت تمس، والله اعلم، نخليوها محلوله. نخليوها محلوله به، هذه راي يلزمك انت معناتها. نحب نرجع نحكي على معناتها التغيير اللي صار في المجتمع التونسي. قلت كنا نلومه في السلطه انه تمسك معناتها كل واحد براي، اليوم نراو احزاب فشلت في الانتخابات لكن ما غيرتش القيادات نتاعها. ديمقراطيه داخل الاحزاب، هل هي ديمقراطيه؟ هل هي احزاب اليوم حدثيه؟ اليوم النهضه هي الحزب الوحيد اللي باش يعمل مؤتمر، وين بقيه الاحزاب؟ وين العائلات الحزبيه؟ هل هو معناتها اقطاع سياسي؟ ماذا، اين نحن ذاهبون؟ شنو المرجعيه نتاعنا اليوم؟ نحن الجيل الجديد اللي انتم عشتوا يمكن فتره ذهبيه، فتره الثمانينات اللي كان فيها، انا مره سياسي قال لي كانت عركه وحزها بن علي في 87 ورجعت بعد احداث 14 جانفي. معناتها اليوم نحن كاين وفما معناتها كيفاش كاينو الجو قاحل، كاينو فما معناتها ما نعرفوش. الجو قاحل على خاطر بكل بساطه نعمل في السياسه من غير مرجعيه فكريه. معناتها نرجعوا للايديولوجيه اللي لازم تكون موجوده. بالطبيعه لازم تكون موجوده مرجعيه فكريه، كلمه ايديولوجيا يمكن خاطر ولات عندها ساعات شحنه سلبيه، هي مش بالضروره فيها سلبيه، راهو خاطر توا انت تعمل في السياسه. ما بكش مع جبلابل توا للسنوات هذيا. لا ضروريه في العالم اجمع، نعطيك مثال، انت وقت بعد 14 جانفي صار الانفجار نتاع الاحزاب. حزب وصلنا 200 واش احزاب، ومن بعد الناس بشويه بشويه اكتشفوا اني ماهيش لعبه. الناس تصوروا انه الحزب كما اي مجال اخر هو موقع من مواقع الظهور والحصول على مكان تحت الشمس. مشكله التوانسه اليوم انه الحلم نتاعهم حلم فردي.
نحب عاش قلت فكره دبر راسي راه كيما تلقاها عند المزمر اللي يحب يدبر راسه في عشاء صغار وتلقى دبر راسي مش بالمعنى دبر راسي مش معنى الايجابي ديما في وسطها بطريقه غير شرعيه كيف كيف نحب ندبر راسي نوصل للمنصب نوصل للبلاصه نوصل بينما الهدف نتاع السياسه هو خدمه الوطن اوني او سيرفيس دو بي هذه ما فهموهاش دوغ انا كي واحد ياخذ منصب يقولوا له مبروك نبدا نضحك مبروك على شنو مبروك على شنو انا جربت مرتين اداره عامه تي مصيبه زرق مصيبه زرقاء واحد يولي ما يرقدش الليل فما بالك بتبدا منصب كبير فاحنا لتو فهمنا انه المناصب هي تكليف باقي نتصور مبروك مبروك على شنو على بونوات ليسونس وكهرباء تكليف مش تشريك صحيح صحيح لكن اليوم نرجعوا لها معناتها شنو باش نعملوا نحن تقولي انت مرجعيه فكريه ما فماش يا سيدي المرجعيه الفكريه ما حدش يمغي العبيد معناتها العبيد اليوم في الجيل الجديد ما عادش يقراوا كنا نحكيوا اللي هما ما عادش يقراوا المرجعيه الفكريه باش ياخذوها من شكون التعليم ما عادش عندك مناهج تعليم باهي التعليم باش يتصلح وباش نجيو للتعليم باش يتصلح تحب لك زوز اجيال اخرين زوز اجيال معناتها جيل يقدر بثمانيه سنوات ثمانيه في اثنين 16 سنه اخرين معناتها 16 سنه اخرين حتى لين ينجم يكون عندك زعما نص الباس هكا شوف كيفاش نعمل مريم ما نجمو انت تو ماشي في بالك انت وبرشا عباد سي فري جو كومبرون كيما كو فير نتاع لين انه في لحظه ثم حل سحري للامور يلزم ما تنجمش شو اللي الاحباط في لا مش احباط في لحظه نحبك تطلع لي تو في اللحظه هذه شجره ما تنجمش يلزم ترمي البذره وتسبيل. لا اما اليوم تنجم تجيب اشجار تزرعهم وهما كاملين فما برشا ناس تجيب اشجار وتزرعها كامله مش كيف كيف مش كيما تخرج لك من التربه نتاعك تنجم ساعات يا اونغيجي يعني حبيت نقول لك يفو ليسي لو تون او تون يفو كومونسي لازمنا نبداو اصلاح التعليم اللي كنت تقول فيه ربما نرجعوا له عمليه هامه جدا ديما نقول الثالوث انا اصلاح الاعلام الاعلام اليوم مش عاجب بالكل يقولوا حريه بالنسبه لي مش حريه فوضى وهزال ورفضان وتعلويز والثقافه الثقافه اللي يلزم تتوجه تعرف كيفاش تاخذ التونسي بشويه بشويه وترجعوا للشان الثقافي قبل كان ثم السيني كلوب في انا خدت عليهم وانا صغيره في الليسي الميوزيك النظام الفنلندي مثلا في التعليم اللي الصباح تقرا وفي العشيه تعمل انشطه، انشطه ما عندها حتى هدف لك باش تاخذ عليها نوت لك باش تنجح فيها، لكن تعمل لا ميوزيك، تعمل مسرح، تعمل نولي نقري تو في البوزار، نشوف انه ثم دي بوتونسياليتي راهو شبابنا عنده دي بوتونسياليتي، بين قوسين لازم نراهنوا على الشباب. الشباب على قد ما هو في وسطه برشا ناس متملحين وما عندهم حتى رغبه في خدمه البلاد، على قد ما فيه ناس تحب تبني تونس وحتى المتملحين راهم متملحين باسكو لي روجيت. الناس كل تحكي على الصغار على الرجال حتى ما يخليهم يحكيوا. انا كنت نسمعهم ساعات او ليزيتيديون صحيح مستوى ضعيف ونقولوا ساعات في الفيسبوك في الكتيبه في التفكير سي نورمال لكن سي با نورمال سي نورمال بحكم التكوين اللي خذاوه بحكم التكوين اللي خذاوه. هي ما انت اليوم عندك راه انت اليوم عندك اساتذه زيدا ما ينجموش يكونوا جيل موافقتك سي ستركتورال علاش قلت لازم خدمه من الاول جديد اش باش نعملوا باش نحطهم كل في كونت دو كونسنتراسيون لا انا عندي مثلا حلول انه هذوكم الكل يولي يعملوا دي فورماسيون بي حتى الاساتذه يعني فما خدمه تتخدم مع الموجود لكن الخدمه الاهم هي على اللي جاي اللي جايين هذوما هو اللي لازم نتعهدوهم بالرعايه ولازم نخدموا عليهم باهي سنه اضراب اساتذه التعليم الثانوي وهذا يجلب لك انتقاد كبير ياسر حتى من بعض زملائك كما سيده رجاء بن سليمه شنو رايك؟ شوف سنه معناها فهمت تفهمت مطالبهم المسانده هنا مش معناها بالطريقه ولا بالمواصله في الاضراب وفي الاخر هما كفوا على الاضراب ولقاو حل مع سلطه الاشراف وهذا شيء ايجابي جدا. الموظف اليوم سواء الاستاذ او غيره يعاني هذا واقع راهو الخوصصه موجوده في قطاعات اخرى بشكل وحشي وقداش من مره انت قد مثلا القطاع بتاع الاطباء ما عندي فيهم اصدقاء كبار انت كي باش تكون تعمل تنظيم اجتماعي لازم التنظيم الاجتماعي يمس الناس الكل ما تنجمش تجي من جهه تقول انا باش نمنع الاستاذ من تقديم دروس خصوصيه اللي هو الاستاذ شهريته كذا وفي الان نفسه تعطي للطبيب البروفيسور مثلا الشيف دو سيرفيس تعطي امكانيه باش ياخذ زوز عشويات دي واحده دي كونسلتاسيون بالفلوس التصور التمثل العام لازم يكون شامل لكن انت تعرف مليح زيده اللي كلام تقال برشا نحن اليوم في فتره صعيبه اليوم الناس كل معناتها الهدف الوحيد نتاعها هي المطلبيه معناتها القطاعات كل تنجم بشويه بشويه تاخذ نصيبها لكن ماهيش كعكه الناس كلها هبطوا الكل معناتها انت تعرف تتفكر حتى كنا على سبيل الدعابه نقولوا اليوم اضرب كذا غدوه اضرب كذا بعد غدوه اضرب كذا معناتها بين ظفرين سامحني في الكلمه لكن ولينا شيء حشم بطبيعه لا مانيش نتكلم على اللي كنت تسال فيها على اي معناتها ما نجموش نقعدوا نقارنوا على خاطر الطبيب كان ياخذ كذا ما تقارن
تقارنش ما تنجمش تقارنش خاطر انت عايشه في مجتمع خاطر الاستاذ باش يهز ولده للطبيب ما تنجمش ما تقارنش مش معناه راهو عنده الحق ولا ما عندوش انا مش هذه مشكلتي انا ديما نحاول نفهم نفهم علاش تم اضراب والدليل انهم لقاو اتفاق في الاخر لقاو اتفاق وشيء ايجابي انا ماذا بيا نلقاو اتفاقات من غير اضرابات اعتقد انه العمل اللي قام به سي ناجي جلول في وزاره التربيه عمل جبار عمل جبار خاطر مش سهل ونستناو منه اكثر خاصه فيما يخص اصلاح التعليم لكن زادا ما يزنش نغطيو عين الشمس بالغربال راهو البلاد فيها صعوبات اقتصاديه يعني وفيها التوانسه كل يوم هذا موجود علاش انت وراجل بن سليمه اللي كنتوا ماشيين في نفس الاتجاه فكريا وعندكم تقريبا مش مواقف بعيده ياسر على بعضها جيتوا في النقطه هذيا واختلفتوا انا ورجيرا وديما نقولها حتى بتفديك الهدف نتاعنا واحد لكن ديما ثنايا مختلفه في كل شيء كيفاش مثلا انا ننطلق من الجانب الديني الروحاني رجيت ننطلق من الجانب العقلاني الفكري مثلا رجيت اعتقد انه لا للاضرابات تماما حتى اللي نلقاو حلول انا اعتقد ان نجمو نفكروا في تحسين مصلحه الطبقه الشغيله بشكل ما ونلقاو حلول بطريقه اخرى ربما بحكم اختلافنا تركيبتنا النفسيه ديما نفدلك عليها نقول انت صديقتي اللدوده ثم تعتقد ثم ثوره في تونس انا اعتقد اللي ماهيش ثوره اللي هي انتفاضه دونك ثم اختلافات وهذا شيء ايجابي الحمد لله انه مختلفين لانه صعيب ياسر باش يكونوا من نفس الناس اعتبرت نقابه التعليم الثانوي وقتها اللي مواقفك انت ها قدامي انا ادانات في التلفزه ادانات دوليه حول حرق الطفله باش نحكيوا عليها لكن بما انه نحن مازلنا نحكيوا على نقابه التعليم الثانوي وقتها مواقف توفيق بن بريك ومواقفك انت صبوا في نفس الخانه واعتبرتها النقابه انه هي كانت مواقف مشرفه وفما شكون قال والالسنه تداولت انه انت حبيت تقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل على خاطر وزن نقابه التعليم داخله. شو باش يزيدني انا الاتحاد العام التونسي للشغل نحترمه كمنظمه شغيله اكبر برشا من الفلوس شو باش يزيدني انا نخدم عندي قداش من عام مترسمه عندي 25 سنه استاذه في التوب في البلافون تاع التعليم العالي دونك ما نصورش باش يزيدني حاجه باش نجم ناخذ منه حاجه لا كان موقف عبرت عليه بكل تلقائيه ربما لانه عائلتي فيها شكون من التعليم ربما ساعات جانب ذاتي ما نعرفش لكن انا نرى فيه نرى اولادي نرى الاساتذه شنو تعبين معاهم شنو معذبين معاهم ربما كان المنطلق هذا فقط الوقت معك يتعدى في ساعه هذيا نهديها لك لانه انت تحب عبد الحليم حافظ اهواك ثم موجز الاخبار وراجعين ضيفتي اليوم دكتوره ألفة يوسف. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا ماضي ساعه و41 دقيقه على موجات كاب اف ام وضيفتي قلت انه دكتوره ألفة يوسف وانا سعيده انه هي بحذنا اصلاح التعليم ملف كبير فما معطى خطير وهو اللي المورطين في اعمال ارهابيه عندهم اختصاصات علمية ما سمعناش شكون مورط عنده تكوين ديني أو أدبي أو فلسفي معناتها التعليم الحالي كأنه ما يبني حتى ثقافة علاش المورطين في القضايا الإرهابية أكثرهم عندهم اختصاصات علمية لأنه بكل بساطة الطريقة اللي تقدم بها المعرفة العلمية في تونس في النظام التعليمي هي طريقة مغلقة يعطيك أنظمة مغلقة وأجوبة جاهزة واللي يعطي أجوبة جاهزة ما يجم ينتمي بعد كان إلى إيديولوجيات تقدم أجوبة جاهزة ونهائية نعطيك مثال بسيط أنا فرصة باش نحكيو حتى على الكتب العباد ما يقراوش نعرف فما كتاب اسمه لا فورمول دو ديو خرج يا دو زون إذا ولا تخوازون الكتاب هذايا رومان رواية دونك تقرا الرومان هذايا هو قائم على حكاية في الفيزيك دونك علم صحيح لكن الطريقة اللي قدم لك بها الفيزياء هي الطريقة فيها بعد روحاني وبعد نفسي وبعد اجتماعي وبعد فلسفي انت كي تشوف كبار العلماء كما اينشتاين تلقاهم عندهم تمثلات للدين وتمثلات للمجتمع وتمثلات خاطر العلم بالعكس العلم يحل افاق لكن الطريقه اللي تقدمها بها المدرسه التونسيه اللي هي مدرسه اللي تقايم على التلقين وهذا المشكل الاساسي احنا ما عادش نعلموا الوليد الصغير ولا الطالب كيفاش يخمم حتى في لي سيستم تاع ديك زمان نخدموا بالسيستم تاع كيو سي ام صحيح ولا غلط انا ما يهمنيش قداش ياخذ طالب عدد ما يهمنيش حتى في ولادي ينجحوا مش هذا المهم فقط مهم هذا لكن الاهم من هذاك كيفاش تبني شخصيه الطفل كما كنت نحكي معاكم بكري الشاب نتكلموا عليه لكن ما نخليوش يتكلم في المدرسه كيف كيف نصبوله بالقمع ومن بعد حاجتنا بالبضاعه هذيك ترجع لنا سي نورمال باش من بعد يستنى شخص اخر يجم يكون شخص يتخفى تحت قناع الامام وتحت قناع الخطيب يصب له ومن بعد يستنى منه باش يرجع الفعل سواء بارهاب فكره اعمال العقل واجب ديني شو معناها هي مش حتى واجب ديني هي ضروره الهيه لانه الله تعالى منذ البدء خلقنا احرارا
في توجهاتنا في اختياراتنا. حتى الشيطان كيفاش يمشي الشيطان وقت اللي رفض باش يسجد ربي ما عاقبوش ما قالوش عاقب لا لا يعني ما عاقبوش شنو قصدي بالعقاب يعني ما اجبروش باش يسجد خاطر ربي كان قادر باش يجبر الشيطان باش يسجد لادم يعني ممكن خليه حر يمكن كنت عنده حاجه اخرى معناتها وقت خلق الكون معناتها تقول لك يعني الحريه جوهر الحريه جوهر جوهرنا اعمال العقل جوهرنا افلا ينظرون افلا يعقلون انا بالو شوا احنا كي نعيشوا في الدنيا من غير ما نفلسفوا باش نحاول نقرب الفلسفه كي نغزروا للدنيا اوتوماتيكمون احنا اون اون تران دانتربريتي قاعدين نخمو قاعدين نخدموا في عقلنا كي نشوف انا باش نميز بين كذا وكذا وكذا حتى باش نميزوا الاشياء على بعضها فالرغبه في قتل العقل في قمع العقل هو قتل البعد البشري الجوهري فينا داك علاش عبد تحاولوا الوحوش كيف تقمع انت فيه هذا جوهر البشري ولي تحاول وحش يجم يحرق ويجم يقتل ويجم يقص الروس ويجم يلعب براس مقصوص الكوره الى اخره دونك اعاده البعد الفكري والغوص في الجانب الروحاني في الانسان ضروريه في التعليم الجديد اللي ان شاء الله نحبوا نبنيه اين يجب ان يتجه اصلاح التعليم برايك صرح السيد نجي جلول وقال انه ينبغي ان تحظى مواد التربيه الاسلاميه التاريخ والتربيه المدنيه بنفس ضوارب الرياضيات والفيزياء توافق الراي مش فقط هذا وي نوافق الراي لكن الطريقه اللي تتقرى بها خاطر نتذكر انا احنا كي كنا صغار وحتى التلامذه توا يبداو يضحكوا في المواد هذيك مش على خاطر الضوارب فقط على خاطر الطريقه اللي تتقرى بها انت كي تجيب لي استاذ نتاع تربيه اسلاميه الهدف نتاعو الاساسي ان يقارني نواقض الوضوء انا ما عنديش شيء ضد نواقض الوضوء صافي بارتي من البعد الشعائري ولا التشريعي الدقيق لكن مش هذاك المهم كما قلت لك يلزم تتحول المسألة إلى مطارحات فكرية وراهو ما نحقروش الصغار راهو صغير عمره 12 و13 سنة يبدأ عنده أسئلة كبيرة حارقة وجودية عنده علاقة بالموت وبالحياة وكيفاش جاء وعلاش جاء وكيفاش ربي عاقبنا وإحنا مجبرين على باش نعملوا الأشياء هذا كل يتطرحها مع الصغير وكيف نعلموهم نوع من أنواع التفكير في الدين التفكير في المنزلة البشرية التفكير في الروح التفكير هذا سي تري امبورطون اذا كان ما تطرحلوش انت المشاغل هذه من بعد ما عندك فين توصل بيه يحفظ لك نواقض الوضوء يحفظ لك الصلاه كيفاش ويحفظ لك النوافل ويحفظ لك قداش زكاه العشر لكن في الاخر ما يكون عنده حتى بعد روحاني ونرجع اللي كنا نحكيو فيه يجب يكون يصلي مصباح لليل وما تنهاش عن الفحشاء والمنكر ايوه متى ويبدا يتنرفس في اقل وقت في ساعه معناتها يحط كرهبته كاتريام بوزيشن ويهبط يصلي في الجامعه يسكر ثنيه على العباد ما يحس بحتى علاقه يخرج يعمل عركه زايده هو متقلق ادي الفرض أوكين غولاسيون بين هذاك البعد الشعائري والبعد الروحاني. نحتاج إلى ثورة فكرية لكن النخب الفكرية اليوم كأنها غارقة منخرطة في الصراع السياسي عوض أن تكون هي مصدر التوازن. شنو رأيك ونحب رأيك المهم برشا اليوم في مسألة الإرث أيضا نحب نجيوها. بالنسبة لأنه أنت خدمت برشا على الإرث. خدمت على الإرث. بالنسبة إلى النخب الفكرية راهو أعتقد أنه فما زاد أولا نسى شكون نسميه نخب وشكون لا ما نعرفش ما نحبش نحكم على الناس. نخب هما يمكن اللي المثقفين الجامعيين يلزم تعطيهم مجالات منابر. خاطر علاش بعض الجامعيين دخلوا للسياسة؟ عملوا في السياسة خاطر لقاو في السياسة منبر يمكنهم من توصيل بتاتر تمثلهم وإلا تصورهم من تنفيذ عمليا تمثلاتهم كما تحكي كنت نحكي على سيناجي جلول ولا غيره لكن مثلا وسائل الإعلام تو قداش من برنامج في التلفزة يستدعي مثقف ويعطيه فرصه باش يعبر على موقفه. انت كنا نحكيو بك على محمد الطالبي، محمد الطالبي اللي هو ان غون بروفيسور اللي ما قراوش كتبته، محمد الطالبي عنده كتس كتب عميقه جدا، توافقوا ولا ما توافقوش هذيك قضيه اخرى، ما توافقوش في كل شيء. طريقه تقديمه بالضبط، يعني كيفاش تقدمه؟ طريقه تقديمه تخلي الناس ما عادش يدخلوا للجوهر. ويتلز هو باش يمشي ليميسيون تصوروا بطريقه سامحني كاريكاتوريه على خاطر ما لقاش حصه اخرى جاده يتفرجوا فيها الناس بطريقه قد تخليهم يتعلموا ويستفيدوا ويناقشوا وياخذوا ويعطيوا كما يقولوا في الاراء دونك مهم جدا باش نعطيوا زاد فرصه للنخب الفكريه نتاعنا باش تعبر وتتصل بالناس راهو عندها ما تقول في جميع المجالات مش بالضروره لزهم يدخلوا يعملوا سياسه خلينا نحكيوا على المساواه في الميراث ماذا سيعقبل هذيا ماذا ينقص اليوم 13 اوت قريب برشا نحن اليوم 1 اوت 13 اوت بعد 13 يوم تفكر برشا اللي في اعتصام الرحيل الناس كلها هبطت خايفين على مكاسب المرأة اليوم من المفروض اللي الدستور متاعنا مريكل صافا معناتها كانت صح الكلمة هذيا متاع مريكل اليوم شنو ينقص مكاسب المرأة التونسية في 2015؟ هو راهو كما كنت تقول القانون مريكل عنده برشا المشكل في تونس هو العلاقة بين القانون وبين الواقع
لانه فما خلاف وديما يصير الخلاف هذا مع بعض اصدقائي. فما ناس يعتبروا انه القانون وحده هو حل، انا اعتقد مش حل، مش معناها نبدلوا القوانين نحو الوراء، لا، معناها انه القوانين، انه ماذا ينفع هذه البلاد وجود قانون يمنع الزواج بثانيه، في حين انه فما ناس اليوم في تونس تعتقد وعدد لبس به انه من الشرعي انه يكون ثم امراه ثانيه. يعني العمل مش فقط على القانون، نرجع لك مره اخرى، نخدموا على القانون بصفته حاجه العقليه تقول لك سامحني معيزو لو طارو، انت شنو باش تعمل لهم الناس هذوما؟ انا قعدت في برشا جلسات مع الناس يقول لك ليه شنو المشكل؟ ما عندي ما نعمل ويعطيك ويبرر لك ويقول لك مرحبا بيه، اما نتناقشوا. فهمت مريم؟ انا مانيش باش نسكتوا، لا لا ما نحبش نسكتوا، بالعكس بالعكس، اما انت ما خليتش فرصه لبرشا عباد يجم هو معيز ولا طار بدل شراي، ولكن فما ناس اخرين يجموا يسمعوا ويعرفوا يسمعوا نوتر سون دو كلوش. وينهم المفكرين الدينيين المتفتحين في تونس؟ اعطينا جاوبهم جاوبهم الناس هذوما اللي يحبوا الزواج بثانيه، يحبوا الزواج بثانيه نقول لهم ارجعوا فقط الى سوره النساء وشوفوا الشرط نتاع الزواج بثانيه، مش حتى شرط العدل في البدايه، وقت اللي يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، هو مربوط بالاقساط في اليتيمة اللي هو الراجل وقتها يكون عنده صغيره حكايه كامله، ويزمك تكبر ما يفكلهاش المال نتاعها باش ياخذها هو ويعطيها لوحده، حكايه كامله فسرتها عائشه. نقول لهم ارجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء علي بن ابي طالب حب يتزوج على بنته امراه اخرى، قال لهم اني لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن، فان فاطمه قطعه مني يؤذيني ما يؤذيها، اكثر شيء من هكا وضوح، يؤذيني ما يؤذيها. نقول لهم انه البناء الجوهري نتاع الاسره يتفكك كي يكون ثم امراه ثانيه، نقول لهم انه الزواج ماهوش علاقه جنسيه، خاطر هما داخلين بالفانتازم تاع انه امراه اثنين ثلاثه اربعه يحسبوا الحكايه نتاع تعداد النساء، الوقت نرجعوا ما ملكت ايمانكم كيف كيف في نفس المنظور. كما الحريات الاخرين اللي يقتلوا عليها في العباد باش يمشوا للحريه. نفس المنطق سي لو فانتازم تاع عدم، خاطر اللي يبدا مرتاح يكتفي بالعلاقه المريحه ايبانويسونت مع الشريك، اللي يبدا مش مرتاح ان شاء الله يبدا عنده 500 في مخه، هو مش مرتاح. لان تقعد ديما العلاقه الجنسيه منقوصه، خاطر العلاقه الجنسيه ماهيش ماديه كهو، اللي وراها سورتو لو فانتازم، انت تخرج منها مرتاح والا تخرج مش مرتاح. بون هذه قضيه نفسيه مش وقتها. دونك وينو، انا كنت نحكي لك على المفكرين، وينو يوسف الصديق؟ شنو ما نسمعوش برشا. وينو هشام جعايت؟ شنو ما نسمعوش برشا. يوسف الصديق كي بدا يعمل في برنامج في رمضان شفت شنو صار معناتها؟ وين علاش ما نسمعوش؟ خاطر يحبوا يسمعوا اللي يحبوا يسمعوا. احنا هنا قلنا ما قلتش انا نقصي والاخرين، اما هاتي نكونوا الكل موجودين، ما نحبوا على التعايش ونحبوا. ماذا ينقص مكاسب المرأة في 2015؟ ينقصها انه المرأة التونسية بيدها تعي بأنها مسؤولة عن كل التمثلات السلبية اللي موجودة عليها في المجتمع. نعطيك مثال بسيط، راهو زاد فما مش باهي نحمل المسؤولية كان للقوى الذكورية، القوى الذكورية شكون قاعد يصنع فيهم؟ وتصنع فيهم الأمهات. أخي الأمهات اليوم كي تربي ولدها هي بنفس الطريقة التقليدية القائمة على تمييز جنس على جنس، مو باش تعمل هي كيف كيف مجتمع غير متوازن، كيف هي في الآن نفسه تتعامل مع بنتها بطريقة ومع زوجة ابنها بطريقة أخرى فيها انتقاص وفيها احتقار، كيف كيف سافا كريي لو ميم بروبليم. كيف المرأة التونسية المشتغلة الواعية المثقفة تحب راجل لبس عليه يصرف عليها ويعملها يعطيها هو الفلوس، كيف ترضى تتباع بالفلوس، خاطر تتباع مش بالضروره تتباع خارج اطار الزواج، او حتى في اطار الزواج ثم بيع وشراء، كيف 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 ترضى تتباع بالفلوس، ما تنجمش تقول انا مساويه، كيف في الحياه اليوميه ما تساهمش في المصروف، ما تكونش في ايجاليتي توتال في المساهمه مع رجلها اذا كان عندها بطبيعه الامكانيات، ما تنجمش تقول انا نحب نكون مساويه. يعني ثم برشا خدمه في العقليات على النساء وعلى الرجال باش المجتمع هذا يتطور. في الان نفسه شنو تحب في المكاسب؟ شنو تحب اليوم انت يدخل مكاسب المرأة كقوانين مثلا انت كقوانين؟ نعطيك مثال تشريعات جديده، اي كتشريعات كقوانين مثلا، من غير المعقول انه اليوم ذولي قاعدين يخدموا فيها هما الولايه ما زالت عند الراجل فقط. نعطيك مثال، انا مثلا وراجلي احنا متفاهمين في كل شيء وقاسمين كل شيء بشطاره وعايشين بطريقه متفقين على الاخر، ما فماش بيناتنا حتى تمييز. نجيبش نعمل ولادي في الكنام باسمي انا، خاطر راجلي ديما سارح وعنده برشا له ومشاغل وكذا ما يتبعش الامور نتاع الصحه، نجيب نحطهم بالكنام، يقولوا لا ما عندكش الحق باش تحطهم في الكنام، بورتون انا وراجلي نخدموا في نفس الخدمه، زوز اساتذه في الجامعه، يقولوا لي لا ما عندكش الحق، يا ولادي ولادي راهم زاده وراجلي موافق وما فما حتى مشكل، يقولوا لا لازم تحطهم باسم بوهم. هذا مثال بسيط، هكاك هكاك، خاطر هو الولي، يعني حاجات كيف هكا، الوغ كو انا وياه في كل شيء مشتركين. ما ثماش نقعد بعته في تونس عام 2015، هذا اكزامبل، حكايه التسفير الصغير هو حلت الحكايه جوستومون، هذه قلت لك ماشيين فيها ان شاء الله باش يحلوها قريبا، حاجه باهيه برشا انه واقع تجاوزها. المساواه في الميراث، المساواه في الميراث انا اعتقد انه يلزمها تكون في مرحله اولى، لازم يفهموا انه البعد الديني نتاع
وليس متاع للذكر حظ الأنثيين جاء في إطار تحديد الحد الأدنى، وهذا قالوه برشا. سمحني باش نقص عليك باش تعاود ترجع تقول لي فكرتك. علاش؟ على خاطر أنا الناس اللي حكيت معاهم في الموضوع هذايا الكل يقول لك سي طاهر بن عاشور ما لقاش حل للحكايه هذايا، النص القرآني صريح، النص القرآني لا يكرس أن يضاهي نصيب الإرث، ضعف نصيب الأنثى كقاعدة نهائية في التعامل مع الميراث، وألفة يوسف جات وتمردت على الموضوع هذايا. اليوم الناس اللي يسمعوا فينا الكل علاش يقول لك النص صريح وانا ما نمسش القران على خاطر النص صريح؟ الناس اللي حكيت معهم الكل قالوا لي الكلام هذا. اليوم انت المساواه في الميراث عند ألفة يوسف كيفاش تراها وكيفاش نجم تقنع الناس بهذا؟ تفضل. شوف انا ما نحبش نمشي كما قلت ما نحبش نتفلسف برشا، ما ثمش حاجه اسمها نص صريح، ثم حاجه اسمها قراءات، وانا خدمت على تعدد المعنى. ملك اليمين نص صريح في القران. واتحدى اي شخص يجيب لي آية قرآنية وهذا معروف تلغي الرق في القرآن، والدليل أن الرق عاد متواصل في تونس حتى القرن 19، ثم حتى آية تلغي الرق. لماذا قبل المسلمون إلغاء الرق اللي هو نص صريح في القرآن وما قبلوش مساواة الميراث اللي هي جوستومون فما قراءات لها؟ دونك الرق موجود، شبيهم ما يقولوش نص صريح الرق، وفعلا هو داعش قاعدين يعملوا في الأخر، قاعدين يطبقوا في تصورهم لقراءة النص الصريح. هذا كان برشا عباد ما يسميهمش المنغلقين الأصوليين، يسميهم الحرفيين، يعني عندهم قراءة حرفية للنص. دونك الناس هذوما اللي يقولوا النص صريح في في عدم وجود المساواة في الميراث، نقول لهم النص صريح في الرق. دونك بالمنطق هذا إذا كان أنت تمشي في أنه المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل، دونك نمشيوا في الرق أيضا في عودة الرق، ثم حتى كلام. نرجع توا للنص. النص شو يقول؟ النص وقت اللي جاء في وضع عايز نفهمه هذا، المرأة ما تورث شيء، بالعكس هي بدأت تورث. كان الوليد الكبير يورث مرتبوه، يورثها كما يورث البقرة والناقة يورث المرأة معه كمتاع. وقت اللي نزل النص اللي يعطي المرأة الشطر، ثاروا الناس تقلقوا قالوا كيفاش تاخذ الشطر، ومشاو للرسول يتشكوا قالوا يا رسول الله كيفاش باش تاكل. وكان زاد يظهر لي راجل يصرف هو على مرته وعلى على اخته وعلى امه وكل بل ما نوصلوا لهذا، يعني كانوا متقلقين برشا كيفاش تاخذ الشطر. وقتها تلزوا قالوا هذا امر ما منه بد، يعني الله غالب، الله غالب باش نرضاو به. نرجعوا للايه، شو تقول الايه؟ تقول في الاخر تلك حدود الله. تلك حدود الله، ثم برشا مفسرين ومانيش وحدي اللي مشاو اني المحدثين طبعا، تلك الحدود الدنيا، يعني ادنى ما يمكن ان يكون للمراه النصف من الميراث، واعلى يمكن ان تتصرف كما تشاء. خاطر هو وقت يتكلم في ناس هما راه فهمتني رجاء اكثر توضيح به، هما الناس هذوما جاوا وقتها المراه ما تورثش، اش قالهم؟ قالهم على الاقل تقدير تعطيوها نص، قصدي وقتها قالوا لهم على الاقل يعني ما تطيحوش تحت النص اللي التوى في المجتمعات التونسيه في بعض الجهات المراه ما تورثش، يعطيوها دربوها بركه والبقيه الكل ما تورثش، والتوى موجود اليوم اللي يدعيوا انهم مسلمين وانهم يطبقوا في الاسلام. يعني حكايه الميراث راهو في الاخر بالكل هي حكايه تاع مصالح اقتصاديه. دونك نرجع، تلك حدود الله هي الحدود الدنيا، يعني لا تنزلوا ايها المسلمون ما تطيحوش تحت النصف في الميراث بالنسبه الى المراه. فيما عدا ذلك الوضع اليوم يثبت انه عمليا في جل المجتمعات ولا سيما المجتمع التونسي، أنا رانا في اللي دايرين بيا في والدهم كبار في كذا، المرأة هي اللي مساهمة في الحياة بنفس الطريقة كنت تحكي تقبلها على المصروف ويصرف عليها وما يصرف عليها. في بعض الجهات الرجال قاعدين في القاعة ونساء تصرف، هذا واقع، هذا واقع موجود ويعترفوا به. اللي نقوله أنا ما نوصلوش للتشريع توا، هات نفكروا في المثل، هات نطرحوها، هات نخموا فيها، هات نتناقشوا فيها فقط. وعلى كل حال فما طريقة تحل هذا الكل، وتبعدنا على النقاشات الفقهية وعلى تحليل النص وعلى قراءة النص، هي طريقة مشروعة دينيا ومعروفة وقاعدين قايمين بها برشا أسر، أنه الأب أو الأم أو كلاهما يمنح في حياته، وهذا ما قاعد صاير، وهذا اللي باش نعمل انا مع ولدي وبنتي، وهذا اللي بابا وامي ربي فضل ما عملوه معايا انا وخويا، يعني ما فما حتى مشكل وهما مرتاحين وفي نهايه الامر تعطي نفس النتيجه. تو بشويه بشويه المجتمع يتطور ويفهم انه النص بعمقه وجوهره. لكن توا في المجتمع اللي فيه برشا انتهازيه كما قلت انت، هي كلها مصلحه اقتصاديه، اما يستندوا على القران هكا اللي يساعدهم يولي به في القران، هذاك بالضبط، واللي ما يساعدهمش ماهوش ما عنده حتى علاقه كالاحترام وكل القدر هذاك وكل ما عنده حتى علاقه بالجين هذا جوستومون، هذاك اش قلت لك مسائل مصلحيه فقط بالطبيعه. به تقول احلى مستغانمي انك بمثابه طاهر بن عاشور في عصرنا، صحيحه؟
لا انا لا ادعي مستوى طاهر بن عاشور، لكن فقط انا فرحانه انه ثم تفاعل معي. اهم المفكرين هما معناتها اللي يجمعك بيهم، انا نحب نعرف رايك. مثلا هشام جعيد شنو يجمعك بيه؟ تناول السيره من منظور تاريخي، هو يركز على المنظور التاريخي اكثر رغم وجود البعد الديني، انا ركز على البعد الديني اكثر من المنظور التاريخي. المفكر يوسف الصديق شنو يجمعك بيه؟ القراءة المتفتحة المتنورة للقرآن. سي محمد الطالبي، دكتور محمد الطالبي. البعد الإيماني، أنه ننطلق الزوز من بعد إيماني، مش بعد فكري بقدر ما هو بعد انتمائي لهذا الدين وحب لي وقراءته من داخل المنظومة. نعم، نحن باش يكون عندنا زدنا بصفة خاصة ربع ساعة معك دكتورة ألفة يوسف، نحطوا فاصل إشهاري وراجعين. هو ماضي ساعتين توا على موجة كاب اف ام، مفروض نقفل البرنامج، لكن بصفة استثنائية أيضا ضيفتي اليوم دكتورة ألفة يوسف، وبما أنه مواضيع متفرعة جدا وما يظل حصى بركة ما تكفيش باش ترجع بحذايا إن شاء الله مدام ألفة. نحب نرجع نحكي أنا وياك. قلت الدكتور محمد الطالبي يوصف في كتابه ليطمئن قلبي بعض المفكرين انهم رافضين للاسلام نفسه، علاش؟ وانا ما نوافقش محمد الطالبي في الموضوع هذا، وديما نحكي معاه. اعتقد انه من حريه الانسان ان يكون رافض للاسلام، على فرض ان هؤلاء رافضين للاسلام، لانه الله تعالى معناها اذا كان الانسان يولي مجبر باش يكون مسلم، ما عاد عنده حتى معنى اختيار الاسلام. الله تعالى ارادنا مختلفين. أرادنا مختلفين، هذه إرادته. لكن هاكا اليوم الدواعش وجماعة اللي كيفهم الكل، خاطر فما دواعش فكرية وفما دواعش اللي بسلاح، اللي يعتبروا اللي ماهوش مسلم معناتها كافر. هو هذا المشكل، هذاك علاش قلت لك هذوما مش كان الدواعش هذوما راهو مش كان مربوطين بالإسلام، احنا مشكلتنا ربطناهم بالإسلام. عبر تاريخ البشر ثم ديما ناس عندهم نزعة تتسمى نزعة تطهيرية. النازيين مثلا يعتبروا أن كل من لا ينتمي للجنس الآري يجب أن يموت. إذا كان نرجع في تاريخ حتى مش بعيد برشا، وقت اللي صارت الموريسكيين، الناس اللي كانوا مسيحيين ويريدون إجبار غير المسلمين على أن يكونوا أيضا مسيحيين، صارت أيضا المجازر. فالمجازر عبر التاريخ مش فقط مربوطة بالإسلام للأسف. احنا جماعة اليوم ولات جماعات إسلامية هي اللي قامت بالتفجير كذا، قامت تحكي انت بكري على الرضيعة اللي تحرقت. راهو العنف والوحشية والبربرية ليش تسميها باللي تحب، تسميها اسلام، تسميها نازيه، تسميها شيوعيه، تسميها شنو التسميه. المهم انه كي نرجعوا لجوهر الروحانيات الكل، اسلام ولا المسيحيه ولا البوذيه ولا اليهوديه ولا حتى الناس اللي عندهم اخلاق وما عندهمش انتماء الى تقليد ديني تراديسيون دينيه، تلقى جوهرهم هو هذا. بالعكس، هو التسامح، هو المحبه، هو الاخاء. انت خذ ان غران ميستيك مسيحي، ان غران ميستيك مسلم، ان غران ميستيك بوذي، وحطهم مع بعضهم وقرا لهم، باش تلقاهم يقولوا في نفس الشيء. مالوغوزمون احنا لازمنا نعاودوا نرجعوا لهالعمق هذا اللي بعدنا عليه ولينا نعطيو. لكن هاكا كلهم يقول لك اليوم الاخر والجنه وعذاب القبر اللي اليوم الناس كل تحكي بيه. فما كتاب كامل كتبه، مش كتبته ألفا يوسف باش يتهناه، وكتبه شيخ باللحية وبالطابع في جبينه، اسمه ليس هناك عذاب القبر، عندي موجود وبالدليل كارك تعطيه ذي معرض الكتاب العام الجاي يتبعوا منه برشا طبعا. علاش نحكي انا مش هذا؟ خاطر انا ريت عمناول وتعمناول بليتو، ريت الناس تشري معناتها بالصفوف يجري في كتب عذاب القبر. هو خدم هذا الامام هذا وكرياض الاطفال عادي خدم على هذا، خاطر هي شنو حكيت عذاب القبر؟ سي لانغواس، كري لانغواس عند الناس باش تولي علاقتهم بالإلهي وعلاقتهم بالدين علاقة خوف، علاقة قلق. واللي أنغواسي ويجم يفرغ الأنغواس متاعه في الآخر، ويجم باسم أنه هو أقرب إلى ربي يعتدي على الآخر. عش قلت لك يلزم خدمة كبيرة فيما يخص المجال الروحاني، يلزم إعادة تأهيل. معناتها أنت ألفا يوسف اليوم تقول ما فماش عذاب قبر؟ أنا بالنسبة لي أصلا المفهوم العذاب، مفهوم أن الله تعالى يعذب الناس، هو مفهوم لا اتصوره. باهي في الجنة نرجع القرآن. لا سامحني، كي تمشي معناتها كي تقرا هكا وتتعمق شويه، خلي حتى بصفه سطحيه، معناتها يقول لك الروح تتحط ليلتها، يجيك منكر ونكير، يسالك من ربكما والى غير ذلك. صور. ومن بعد معناتها ومن بعد الدود، ومن بعد رجوع الروح كل يوم خميس مثلا، هذوما الحاجات اللي قريناهم. الدود لشكون؟ الدود للجسد. اوني با لو كور.
احنا مشكلتنا ان اون سيدنتيفي او كور اوني با لو كور. شوف القران بده يقولها غير الناس ما يقفوش عليها. يقول مثل الجنه التي وعد المتقون سيت اون ايماج, يعني الجنه والنار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, سيت اون ايماج مش حقيقة. أي واللي ما يشربش الخمر في الدنيا يشرب فك الأنهار والحرية ذوك مالية بيان سور سي اون ايماج. أنت كي تجي العبد نعطيك حاجة, بيجيك ولايد صغير صغير عمره 5 سنين يقول لك احكي لي مثلا على اللذة الجنسية اللي هو حاجة ما يعرفهاش باش تقربها له بصورة خاطر ما يجمش يفهمها. دونك الجنة يقربها القرآن لكن فما صريح هذا. صريح العبارة نتاع حرية سيغ هذا كل قلت لك ترجع للمثل سي اون ايماج يقرب لك مثل الجنة يعطيك اون ايماج لكن هي في جوهرها حاجة لا يمكن أن تصورها الإنسان. تتصور أنت أن العبد تو في الحياة باش ينجم يتخيل الجنة باش تخيلوها, هي صورة الجنة وجهنم كيف هي صور لي. خاطر نعطيك مثال ديما نقولوا أنا مثلا ولا أنت كان يجي غدوة يقولوا لنا راهو ما ثماش من حكاية الجنة والنار وما ثماش قرآن وما ثماش عذاب إلهي ورانا باش نموت ونوليو كلنا تراب. تعمل الشر تسرق انت ما تسرقش ما تسرقش تسرق وانا زاد ما نسرقش لكن ثم ناس كانت تقول لهم هكا ولا يسرقوا خاطر بالنسبه ليهم يلزمهم الوازع المباشر خاطر ربي خلق الناس مختلفين في التعامل مع الاشياء دونك لازم يخوفهم. ثم ناس كي يون بوزوان دو ليماج نتاع جهنم اللي تحرق وتشوشط باش ما يضرش وباش ما هذا شيء طبيعي. هذاك علاش قلت لك القران عنده ابعاد وراه هذا مش نقول فيه انا ما جبتوش انا, ترجع لابن عربي تلقاه, ترجع لابن رشد تلقاه, ترجع للغزالي في المرحله الصوفيه تلقاه, غير شيء احنا ما قريناش تاريخنا وكاهو ولا غالب. حتى ابن الرومي تلقاه طبيعه جلال الدين الرومي طبيعه. اليوم الخمر والحجاب اللي زوز مواضيع مهمة ياسر في المجتمع التونسي خلينا ناخذه مع تارينا اللي بعد أحداث 14 جانفي برشا نساء لبسوا الحجاب وبرشا كيف معناتها اليوم فكرة الخمر اللي هو ما يشربش على خاطر حتى كان يحب الخمر علاش على خاطر باش يشربوا برشا أنهار من بعد. أنا أعتقد أن الخيارات هذه هي خيارات فردية. نرجعوا للإسلام علاش نحب الطالبي في وقت يقول ما غوليجون اي ليبرتي, هي مسألة حرية فردية. أنا هنا لا أفتي فقط مثلا وقت كتبت سلسلت والله أعلم وريت في الحجاب أنه ثم حجج تثبت حجية الحجاب وحجج تثبت عدم حجية الحجاب. ما فماش حد ما يحكي لكش خلينا نحكيه على الحجاب باختصار شديد, فماش عبد تحكي معاه مثقف موش مثقف عمره في حياته ما قرأ كلمة في حتى شيء يقول لك صورة النساء ويقول لك ويعطيك الصورة هذيك معناتها يعطيك الآية هذيك ويأكد لك وجود الحجاب وغطاء الشعر معناتها هذوكم انت شنو تقول ما نقول لهم حتى شيء. نقول لهم اذا كان انت حر يعني القراءه نقول لهم حاجه واحده ما تعتبر القراءه نتاعك هذيك صحيح فما حتى مشكل اما ما تفرضهاش عليا خاطر انا عندي قراءه اخرى. فهمت يا مريم؟ اعطينا قراءتك. القراءه اللي قدمتها اللي هي مش انا بركه كما قلت لك راهي مستنده الى مواقف قديمه. ما ثماش ذكر للشعر في القران, ما ثماش ذكر للشعر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن هو امر بتغطيه النهود لانه النساء في المرحله هذيك كانوا يخرجوا صدور مع رايه فهناك امر بتغطيه النهود غطيوا صدوركم ولكن ذكر الشعر يعني الله تعالى كان ينجم يقول وليغطين اجسادهن الا الوجه والكفين كما يقولوا هم ولا حتى الوجه والكفين لكن هذا لم يذكر. وما يرد في القران ما هوش عفو ولا صدفه ولا اعتباط, عنده حكمه وعنده دلاله. دونك اللباس هو مساله تختلف حسب العصور حسب المجتمعات ومع ذلك انا احترم البيئه. علاش مالها في الحج نساء تمشي لابسه والرجال يمشيوا معناتها طبيعه يا مريم هذا كل مربوط بالقراءات الفقهيه لانه الحج هو ممارسه بشريه الناس قراوا هكاك. احترم اللي ترى انه الحجاب فرض مشكل مش غادي مشكل هاو فين تلبس حجاب ولا ما تلبسش. ربي ما جاش باش يحدد ان كود فيستيمونتير في الاخر بالكل. علاش عجبني الدلاله ماكي قالوا له انه احسن دين, قال ما هو الدين اللي يخليك احسن واطيب وتعمل اكثر صالحات. المهم في الاخر انه كومون نخلق مجتمع فيه محبه اكثر. تلبس حجاب وتكون شريره والا ما تلبسش حجاب وتعمل الغيبه وتضر الاخرين مش هذا المهم. هات نمشيو للجوهر. اختار انت هاني انا نعطيك كالفه نقول لك ثم القراءه هذه ثم القراءه هذه موجودين الزوز مش انا جبتهم وابتدعتهم. في الخمر كيف ثم القراءه هذه ثم القراءه هذه واللي قالوا محمد الطالبي مش غالب ثم القراءه هذيك. تفضل قول لنا شنو اللي قالوا محمد الطالبي. خلينا نرجع خاطر محمد الطالبي راهو برشا ناس يستخلوا ياسر منفتح لكن كي تقرا له عنده جزء من التزلط. بالعكس محمد الطالبي يتهم العباد الاخرين بانهم من سلاح اسلاميين كما مع عبد المجيد الشرفي وغيره ومسلم جدا محمد الطالبي. في كتابي في الخمر كتيب الصغير والله اعلم في وسطه قراءه قديمه مش نتاعي انا من ابي حنيفه وجماعته لاباحه النبيذ وهذا موجود مانيش انا جبته. لكن
هناك قراءات أخرى. في نهاية الأمر يبقى الأمر حرية شخصية، أنت ماكش مسؤول على الآخر. إذا كنت أعتقد أن الخمر حرام ماكش مسؤول أنه هو يشرب الخمر، والعكس بالعكس. أنا إذا كنت أعتقد أن الحجاب مش فرض على المرأة ما يقلقنيش أن المرأة الأخرى تلبس حجاب. المهم كما قلت لك نتعايش في إطار احترام الاختلاف، هذا الجوهر لازم نعيشه فيه. رأوا الحرية لا تتجزأ، مش تكون حريتك أنت في ارتداء الحجاب ومش حرية الأخرى في ارتداء البكيني، ما تنجمش. الحرية للناس الكل، لكن الكل. نحكي أنا باسم الإسلام، نحكي اللي خطر اليوم أنت كترى بنيات صغار عمرهم 3 سنين و5 سنين قلك لا أنا نربيها على هذيك باش هي غدوة تلقى روحها حاضرة وسابو دوني لي في كونتخير، تجم أنت تربيها على هذاك وصار هذا وفي الأخر هي تفد وتتمرد. يعني في الأخر بالكل لازم نعرفوا أنك ماكش مسؤول على الآخر، ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. في الفلسفة الروحانية سميه لاشي بريز، سيب الناس، دع الخلق للخالق، لك ماكش مش نجم تبدل رايه. تقعدش من الصباح لليل وانت تدرس عليه تقول له لا راهو الحجاب فرض، راهو الحجاب مش فرض، راهو الخمر حلال، راهو الخمر حرام. هو في الأخر باش يكون كما حب ربي باش يكون، il va être ce qu'il est. Les autres باش يكونوا مختلفين علينا، نتعلموا نقبلوهم ونتعايشوا معاهم في اطار القانون. راهو حتى حد ما هو مسلم اكثر من الاخرين، اون جامي سيغ، حتى حد ما هو متاكد انه ربي راضي عليه اكثر من الاخرين، رانا كلنا في فنية بحث، في فنية تساؤل، والاقرب الرب هو اللي يجمع اكثر ما يمكن. قلبه يتحل للدنيا بكلها، للكون بكله، كما صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. كي نرجعوا برشا حكايته ومش وقت باش ندخل في التفاصيل، لشخصيته العميقه ميمنيش انا في علاقاته مع النساء او في شكون كان ياكل وكان يشرب، هذاك مربوط ببيئته. في شخصيته العميقه هذا الانفتاح على الجميع، سواء كنت مسلم ولا يهودي والا حتى المشركين، اذهبوا فانتم الطلقاء. في الاخر احنا كل بشر وكلنا موعودين بالموت، موعودين بالنهايه لا نعرف ما بعدها. الانفتاح على الاخر هو اللي يخليك تقبل ما اراده الله. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ افانت تو انا باش نجي شنو انا حتى شيء في تاريخ البشريه باش نجي نبدل مريم نردها تخمم كيف؟ سلاو كاسونس، مريم مختلفة عليها، صالح مختلفة عليها، عبد الستار مختلفة عليها، نحترمهم ونحاول نتعايشوا مع بعض بكل بساطة. نصيحة أخيرة ألفا يوسف تعطيها للناس اللي يسمعوا فينا الكل على موجة كاب اف ام. فكرة بسيطة ممكن تبدل لهم تعاملهم مع الأشياء. راهو سعيك إلى تغيير الآخر بالقوة باش يتعبك أنت ويعذبك أنت، وفي الآخر ما توصل به حتى نتيجة. باش تتعذب أنت وما توصل حتى نتيجة، لأنه لن يتم إلا ما هو مقدر له أن يتم. بالمعنى العميق للكلمة، راهو الناس الأخرين كما يقول جبران على الخليل، جبران على أولادنا يقول أولادكم يمرون عبركم ولكنهم ليسوا ملككم، هم ملك الحياة. الناس هم ملك الحياة. نعطي رأي أنا، هني نتكلم، فما ناس يتأثروا بي، فما ناس يسبوني، فما ناس يقولوا فاستهزوا تنفض، فما قدش مرة يجيني جواب يقول لي بدلت لحياتي. أنا ما قصدتش أنا حتى شيء، أنا مجرد أداة ما نعرفش ليش ربي سخرني. احنا كلنا هكاكا، دونك ارتاحوا شويه كيما نقولوا بلغتنا التونسيه. شنو قاعده تكتب تو؟ في حاجه في الاطار هذا. شكرا لك دكتوره ألفا يوسف، كنت معنا، مرحبا بك، ومازلنا معتها ان شاء الله المره الجايه نستضيفوك باش نزيدوا نحكيوا اكثر واعمق على بعض التفاصيل. شكرا لي، قلت لي كنت معنا. غدوه نتلاقاو في نفس الموعد مع نصف النهار على موجه كاب اف ام. مريم بن حسين تبوسكم لسكل، بسلامه. كاب اف ام، الكلمه ليك.